نعم، هو اولا هذا المصطلح ديال الترمضينة واللي جرت العادة انه الناس يتعاملوا بهذا المصطلح هذايا، واخا انا ضد هذا المصطلح، ولكن هذا المصطلح حنا الحمد لله خاصنا نثيروا اي مصطلحات تقال في الشارع العام. فهذا المصطلح ديال الترمضينة هو اولا إساءة لشهر رمضان، الشهر الكريم. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية، الانسان المسلم ما خصوش يلفظ بهذا المصطلح هذا. ثالثا، فيزيولوجيا فهي فقط اوهام. الانسان كيكون الترمضينة بحال الانسان لما كيكون انسان مدمن مثلا على السيجارة او لا مدمن على الخمر، الا ما خداش هادشي كيحس براسو سافا با. الا شفنا راسنا اننا مدمن، اننا حاسين براسنا ماشي هما هادوك، معناتها اننا حنا مدمنين على شي اكل اللي كيعطينا اديكسيون. نعطي مثال، السكر والحلويات فهو كيخلي الانسان فيه عنده اديكسيون، عنده ادمان. وهذه فرصه فقط، نصيحه، ما كاينش فرصه احسن من رمضان ان يتم الاقلاع على جميع الاشياء الخبيثه، الهضره في الناس، التدخين، الخمر، زائد الاكل اللي هو الاكل غير الصحي. علاش؟ لان الدوره ديال الخليه هي 21 يوم، احنا الله سبحانه وتعالى زدنا 9 ايام، معناتها اي عاده ممكن انك تحيدها في رمضان. لان باش نحيدوا واحد العاده، ديما باش انستاليو واحد العاده ولا نديزانستاليوها منا، بحال الاطفال الا كان كيدير مثلا يد فمه ولا كيدير شي عاده، الا بغيتي تحيدها منه خاصك 21 يوم. فاحنا عندنا شهر كامل اننا نجمع نحيدوا جميع العادات السيئه اللي ممكن تكون فينا، اما مثلا تدخين او لا ادمان على شي نوع من المخدرات، او لا ادمان على الهضره في الناس، او لا ادمان على اغذيه. اعطانا الله سبحانه وتعالى فرصه ان الشياطين كتكون مكبله، زائد انك تكون طاقه طالعه، انسان يصلي، يقرا القران الكريم، يصلي صلاه التراويح. هذه الطاقه الايجابيه كتخلينا اننا فعلا نكونوا العكس، ما نكونوش في الحاله ديال الترمضينة، نكونوا في الحاله ديال الهدوء. ولو فات انك ترضي الله سبحانه وتعالى في الصيام، وترضي الجسم ديالك، لانه الجسم ديالك يستفيد صحيا من الصيام، فجسمك يفرز هرمونات. هذه الهرمونات اللي من المفروض انها ماشي تخليك في الحاله ديال الترمضينة، انك تخليك في الحاله ديال الهدوء. بالنسبه لنا الترمضينة بين قوسين فقط اشاعه، الناس كيعتقدوها فراسهم. هذا واحد ليفي بلاسيبو كنسميوه حنا في الفيزيولوجيا ديالنا. بعض المرات كاين انسان اللي كيكون عادي غير كيشوف واحد مرمضن حتى هو كيترمضن، اذا هذا فقط عدوى ربما داولوها الناس بيناتهم، ولات انك باش تسمى راك صايم خاصك توصل لهذه المساله ديال الترمضينة. نتمنى ان هذا السلوك هذا، لان حنا كنقول في المغرب ما عندناش ازمه ديال التغذيه، ولا عندنا ازمه سلوك وازمه اخلاق. اذا لما كنحسنوا السلوك ديالنا فغادي نخرجوا من هذا المصطلح ديال الترمضينة، وغادي نخرجوا. اما فيزيولوجيا لا وجود هذه الاشياء هذه. فعلا الجوع والعطش يؤثر على الانسان، ولكن ماشي يخليه انه يوصل بالدارجه يدابز ونوض المشاكل، وهذا الشيء كيعرفوه المغاربه قبل المغرب نص ساعه راه كتكون الكوارث. نعم، ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد الشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.